على أكثر حسب تقديري أكثر من 100,000 طن. وقبل أسبوع تقريبا كانت هناك لجنة مشتركة من قيادة العمليات وقسم البيئة، وحسب الأجهزة والقياسات والقراءات وصلت نسبة الإشعاع إلى 130، بينما هي النسبة الطبيعية 3 بالعشرة، أو مو النسبة الطبيعية، النسبة اللي ما بها خطورة هي 3 بالعشرة. فلقينا النسبة من 118 في نفس الموقع إلى 130، وهي نسبة خطرة جداً.